عبد الكريم، نهنئكم اولا على فوزكم هذا الذي اعلنته السلطه المستقله لمراقبه الانتخابات. لا تخافش، هي مجرد مفرقعات. اذا مفرقعات الفرح والابتهاج لكل الشعب الجزائري. اليوم بواقع الصندوق عبد المجيد تبون هو رئيس الجزائر الثامن في انتظار تجسيد وتثبيت هذه النتيجه من طرف المجلس الدستوري بين 16 و25 من ديسمبر. كيف عشتم هذه اللحظات وانتم الان تترقبون؟ هي ابتهاج وهي رياء، أجواء فرحة لكل الشعب الجزائري. الشعب الجزائري الآن انتصر في هذه المرحلة الصعبة، مرت انتخابات في ظروف استثنائية ولكنها كانت انتخابات جيدة، نسبة المشاركة كانت مقبولة بخصوص هذه الأجواء الاستثنائية. مبروك لكل الشعب الجزائري. الآن رئيس السيد عبد المجيد تبون هو رئيس كل الجزائريين بما فيهم الحراك، كان قد وعد وكان قد التزم بأنه سيفتح حوار مع الحراك في الأيام المقبلة، سيلبي المطالب التي لم يحققها الحراك. دائما كان يربط اسم الحراك بالحراك المبارك وقال لولا الحراك في الجزائر لما وصلنا إلى هذه الانتخابات ولما وصلنا إلى إحالة والتخلي وإزاحة العصابة. هذه زغاريد الفرح الآن، زغاريد كل الجزائريين سواء الذين انتخبوا أو الذين لم ينتخبوا، الذين قاطعوا أو الذين عزفوا عن الانتخابات. الجزائريون الآن أمامهم رئيس أخذ على عاتقه مكافحة الفساد، استرجاع الأموال المنهوبة، رئيس أخذ على عاتقه أن يلبي كل مشاريع، كل انشغالات الشباب، وعد بأن الشاب الجزائري في عمره 35 أو أقل 25 سنة سيصل إلى المجالس الانتخابية، سيصل حتى إلى البرلمان، سيساعده، ستمول الدولة الجزائرية الانتخابات للشباب حتى يتحصلوا على مناصب عليا سواء كانت انتخابية أو تنفيذية في الدولة. السيد عبد المجيد تبون قال بأنه سيرافق الشباب الجزائري في هذه المرحلة وسيفي بوعوده، قال بأنه سيسترجع هذه الأموال المنهوبة التي تمثل جزءا كبيرا من أموال الجزائريين. العصابة الآن موجودة في السجن ولكن الأموال موجودة في الخارج وموجودة في الداخل، ينبغي استرجاعها. السيد عبد المجيد تبون هو رئيس كل الجزائريين، يريد أن يكون اتفاق وتوافق في المرحلة المقبلة بين كل الجزائريين حتى يمروا إلى بناء جمهورية جديدة يتكرس فيها الديمقراطية، التداول على السلطة، تطبيق القانون وإعطاء تقنين بالنسبة للمعارضة. قال في برنامجه ستكون المعارضة أي سلطة مضادة، سيتم تقنين القوانين حتى تصبح الأحزاب المعارضة ضمن الدستور وتقنن المعارضة ولا تصبح مشبوهة. كريم، أنتم عشتم 25 يوم من الحملة الانتخابية على وقع مشاكل عديدة، انسحاب مدير الحملة ثم بعدها مشكل تمويل خفي من رجل الأعمال عليلات وما صاحبه، أيضا من انسحاب آخر لمدير الحملة الجديد، ووقعتم حتى ربما في قضية الفساد التي يحاكم عليها الآن ابن أو نجل المترشح عبد المجيد تبون. وجدتم أيام صعبة صراحة. الشارع الجزائري بكل مؤشراته بكل مكوناته لم يتوقع هذه النتيجة، هل تعتبر هذا نوعا من التصويت العقابي؟ هل أحس الجزائريون أن عبد المجيد تبون مستهدف مثلا وصوت لصالحه حتى ربما يكمل ما تفضلت به من مكافحة الفساد؟ ليست لدينا عملية صب الرأي، لم نتفاجأ بالنتيجة، كنا في التجمعات نشاهد الشباب كيف يحتضن عبد المجيد تبون، كيف يستقبله بكل حفاوة. كانت رغبة وانشغال الشباب موجود عند الشعب الجزائري. الشعب الجزائري عبر وخرج إلى الصناديق 10 ملايين، عبر عن اختياره للسيد عبد المجيد تبون كرئيس للجمهورية. يعرفون جيدا أن السيد عبد المجيد تبون قد كافح الفساد منذ أن كان أمينا عاما لولاية باتنا ثم المسيلة، وظهرت هذه المظاهر في سنة 2017 عندما أقالته العصابة، عندما طردته العصابة من الحكومة.